السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيكه بحجم عائلي بالبرتقال والكوك، تجي رائعه في المذاق ولذيذه بزاف وسهله المقادير وطريقه التحضير. فما عليكم غير تبعوا معايا لا فيديو من الاول لاخر، ونتمنى ان شاء الله لا فيديو يعجبكم وتبارطاجيوه كذلك مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. هنا بالنسبه لهاد الوصفه كنحتاجوا ليها 4 البيضات يكونوا بحراره المطبخ، ضروري هاد القضيه في نجاح الكيك ديالنا. كنحتاجو 100 غرام ديال سكر سنيده، تقريبا كيعادل لينا كاس لاروب ديال كاس عنبه. صافي، كنطربوهم مزيان اما بالطراب الكهربائي او بالخلاط الكهربائي بحال بحال، كنطربو مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيولي الخليط ابيض. بعد ما خفقت البيض مزيان مع سنيده، كنضيف 100 غرام ديال زيت النباتيه، تقريبا كتعادل ليا كاس لاروب، وكنضيفها بشويه بشويه وانا كنطرب في الخليط. هنا غادي نضيف كاس ديال عصير البرتقال، تقريبا عندي 170 غرام، يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب او لا بالمشروب الغازي داك البرتقالي اللون، بحال بحال كتجي زوينه. هنا غادي نضيف قشور ديال الليمونه والبرتقال، وغادي نضيف 21 غرام ديال الكوك. هنا استعملت الكوك النوع الجيد، هو اللي كيعطي واحد لوكو، واحد نسمه زوينه في الكيكه، تقريبا 2 معالق كبار. صافي، غادي نخلط هذا الشيء. لما نستعمل قوي بعد غادي نضيف، هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، تقريبا 2 كيسان وربع ديال الدقيق بقياس ديال كاس ديال العنبه. هاد الكيكه هادي كيجي اللوغو ديالها زوين، كيجي فن، واحد المذاق فيها مع داك الكوك كيجي رائع بزاف، مع الليمون كيجي خطير بزاف. هاد الكيكه كتعجبني، من الكيكات المفضلات عندي، كيجي واحد المذاق ديالها رائع. هنا كنضيفو 16 غرام ديال خميره الحلويات، يعني 2 ساشيات. في الدقيق رزت واحد شويه قريصه ديال الملحه، نسيت ما زدتهاش في الاول، فكنضيفوها مع الدقيق.
هذا هو القوام ديالها اللي كيجي بحال هكا. 250 غرام ديال الدقيق كافيه بالنسبه لهذه الكميه اللي عندنا ديال الخليط. كندير هنايا عندي مول كبير تقريبا القطر ديالو 26 سنتيم، دهنته بالزبده فقط باش ملي كندي مولي الكيكه كتجيني الكيكه نقيه. وملي كنبغي نزينها كتجيني مزيانه. انا غادي ندخلها دابا الفران اللي سخنت واحد تقريبا واحد 5 دقائق، غير واحد شويه العافيه تكون مهيله، ونحطها الفوق والعافيه تحت منها حتى كيتحمر ليا وكنعرفها صافي راه طابت ليا، عاد نهبطها لتحت باش تاخذ ليا الوجه الذهبي ديالها.